Maraka Salisa wa ro ga te warakate warakate. Ya Ahmad, ente. إن شاء الله سنتعلم اللغة العربية للصف الأول تحت الموضوع هيا نتعرف إلى الحروف الواو هيا نتعرف إلى الحروف الواو في الحروف الواو له الحركات القصيرة والحركات الطويلة سواء فتحة أو كسرة أو ضمة أيها التلاميذ مريد حرف واو بالحركة الفتحة بالحركة الفتحة استمعوا جيدا و را ق ت مرة ثانية و را ق ت مرة ثالثة و را ق ت ورقة ورقة يا أحمد انت و را ق ت ورقة طيب أحسنت يا منيرة انت Wa-ra-ka-tun Wa-ra-ka-tun Tayyip, ahsanti Ayuhat salamis Murid-murid, harful waw bil harakatil kasrah Istami'u jayidan Fa-ra-wi-la-tun Marata sanya Fa Ra Wi La Tun Maratan salisa Fa Ra Wi La Tun Fa Ra Wi La Tun Fa Ra Wi La Tun Ya Zafran Intiq Fa Ra Wi La Tun Farawilatun طيب أنت ممتاز يا زفر نعم يا نبيلة أستاذة واوا saya nak sebut juga تفضلي Farawilatun طيب أنت ممتازة يا نبيلة أيها التلاميذ حرف الواو بالحركة الضمة بالحركة الضمة استمعوا جيدا و-و-ن مرة ثانية و-و-ن مرة ثالثة و-ض-و-ن و-ض-و-ن أستاذة واوا طيب يا هدى Saya nak baca. Wudu'un. Wudu'un. Ahsanti, Yahuda.
أيها التلاميذ، حرف الواو بالحركة الطويلة، بالحركة الطويلة فتحت. استمعوا جيدا. و هي دوت. مرة ثانية. و هي دوت. مرة ثالثة. و هي دوت. واحد. يا منور انطق. واحد. واحد. أحسنت يا منور. أيها التلاميذ، مري مري، حرف الواو بالحركة الطويلة كسرة. استمعوا جيدا. بس ك ويد. مرة ثانية. بس ك ويد. مرة ثالثة. بس ك ويد. يا بشرى انطقي. بس ك ويد. طيب يا بشرى، بس كويت. بس كويت. يا منيرة انطقي. بس كويت. طيب أحسنت يا منيرة. أيها التلاميذ، حرف الواو بالحركة الطويلة في الضمة. استمعوا جيدا. طاووس. مرة ثانية. طاووس. مرة ثالثة. طاووس. يا محمد انطق. طاووس. مرة ثانية يا محمد. طاووس. طيب أنت ممتاز. هذا فقط مني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jumpa lagi. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa like, subscribe and share agar lebih banyak lagi video-video menarik dapat ditonton bersama.